اعتراف أكبر صلة مرهون وحنان. ما بعرف هيك يكون هذا المهندسين أكبر حن شوف أكبر سلطة وحنعرف شو قصده لو هيك صارت. خلص بعدين حتكون صار يعني حتكون خلص عرفنا عن انا لما باجي بغني مين اكثر شيء الناس يعني فهموني باللون وهيك انه انا وانت من نظره ممكن نعرف شو نعمل حركه ممكن كذا فاهم اغني تبعتكم ساعدك وكمان ايه ما انا عم بقول دياس انا شو قلت لك هلا قلت ديان لانه صارت يعني بتدور وكذا حسيت انه فهماني طلعت انا تذكرت وحياة الله حسيت فيها عم طلعت رحنا قربنا شوي على بعض لقيت لفيت انا لحالي منيح لو بنعمل شغله مع بعض بنكسر الدنيا بس شغله يعني مدروسه قبل هيك يعني انا وياها كنا ننزل ندرس شوي نحط الافكار كيف من قبل ما نغني شو عملنا بس لما جيت قلت لك تعال نظبط كم حركه وهيك ماني في شيء كمان طلعت عفوية على الاستديو لحالها اي هذا احسن شيء بدنا نقول لهم لو بينفع الله شو كنت مبسوطه في الاغنيه بالك لا كل مره ببقى متايده بغني مع حدا مع مطرب وببقى على الاغنيه والاغنيه ما بتبقى فيها حركه كتير يعني بالعكس تحركت امبارح اكثر من اي يوم تحركت ما هو عشان اغنيه انا بغني فيها والاغنيه بترقص ومش مرتبطه بشيء وانت معي كراب وهيك يعني شو كسرنا كيف راب وما ارقص يعني كانت حلوه هيك كلنا انا امبارح بخاف اقرب عليك على فكره آية انا بخاف اقرب عليك عشان انا عارفه وحياة الله كثير حلوه وتجنن بس حلو عملنا امبارح انا اهم حاجه عندي ان انا اغني كويس بس برافو لا مش انا انك تغني كويس انا بغني كويس بدي يعني انا جيت بقرب كل مره بتذكر بروح برجع ببعد لورا بعد اعمل هيك بلاقي ديالا وراي بس ديالا بالنسبه لديالا انا بالنسبه لديالا عملنا انا وديالا دقيقه ديالا انا وديالا دقيقتين دخلنا اجت صحتني من النوم ناصر تاع كذا كذا عملنا كم حركه طبقناها بالشيء اسمه ديالا كثير بتلقط وهاي اللي بس لو تسمح شوي نعمل شغل منيح والله قلت لك زمان ديالا ما شاء الله بتلقط بتفهم من العيون يعني والله منيح كثير يا حيوان موهبه حلوه لا هفت بالمق هلا في ايش سويت ما بتفهم ديالا ولا عمرها ولا بترقص انا عم بصراحه بتاكد منها انا بحكي معه انا عم بتاكد منها بس هي شوفوا المستوى ده شوفوا دي انا واقفه وهي عماله تغني وعماله اعمل لها هي الرعب فتح بقك اني قد كده افتح يعني عماله يقول لها افتحي بقك ها عماله يعمل شوفني انا اخده غير عادي فتح بقه يعني انا كنت عايزه اقول في بقك شوفني روح اعمل ايه صباح النور السعودية يلا السعودية لا صمام بغرفة النوم رويدة المحروقة قول صباح الخير أبو ركا طيب هيا حق أمي هيك عبد العزيز وريني عبد العزيز وريني كيف اسم مكتوب رويدة هذه اسم اختي صباح الخير يا رويدة اسمك مكتوب على التيشيرت تبع عبد العزيز اي واحده اسمها رويدة ودي لها تحيه حرام ما اسلم على حد وطن الحبيب صباح الخير ايش مكتوب ورا؟ زعيم الو ليه ما بتلبسه؟ مكتوب من ورا؟ ما ينلبس انا بحبها وكبيرة وقصص اليوم بدي اشوف الاغاني اول ما يجي بعدين الوزة ما مستر وات واز ذا كويستشن مش عارف بالضبط الكويستشن ايه بس عرفت وين حيكون محله
No, it's just I don't know if he's mad at me. He's upset. Because I don't want to upset him. I love him. I don't want to upset him. That's what I told But I told Tarak in the beginning, no, I don't want to, like, if he's mad at me, I don't want to, like, I don't know. مستحيل لا يكون هذا